طيب حنروح على طول لعالم السوشيال ميديا وأكثر التغريدات تداولا في تويتر في اليومين الأخيرة. تحديدا كان في تغريدة فيها معنى كبير للوفاء، وأيضا كانت تغريدة ياسر بكر مدير نادي الكوميدي كلوب في جدة. طبعا ياسر كتب تغريدة يطلب فيها من كل الأشخاص اللي وعدهم صديقه الراحل محمد بن رافعة بأي مساعدة أو استشارة أو مشروع فني أنهم يتواصلوا على طول مع ياسر بكر، وأبدأ استعداده وفريقه تحديدا في الكوميدي كلوب بتقديم كل المساعدات نيابة عن الراحل محمد بن رافعة. طبعا معنى جميل جدا للوفاء وتفكير إيجابي في معنى المحبة. ويذكر أيضا أنه محمد بن رافعة توفي قبل أيام بسبب حادث مؤلم، وهو أحد أعضاء نادي الكوميدي كلوب في جدة. رحمة الله للفنان محمد بن رافعة، تركت ما يذكرك بالخير.